طبعا عشانك انت مش انا يعني ما كانش في خطتي، انا عندي خطتي فاضل كتاب واحد، ما كنتش عندي كتب ثانيه. لا ربنا يديك الصحه والعافيه. كلفت بيه بالمهرجان بمناسبه هم يعني عاملين مئويه لسينمائيين عظام اصل السينما المصريه. انا الكتاب ده انا كلفت بيه، يعني ده مش يعني ما كانش في خطتي. أنا عندي خطتي فاضل لي كتاب واحد، ما أعتقدش عندي كتب تانية. وأنا طالب في الجامعة ما دخلتش مع السينما، مفيش كتاب واحد يقول لي حاجة خالص بالعربي، يعني كانت باللغة العربية لحد ما جه صلاة وكشف.